اليوم راح أوريكم كيف الواحد بقدم لهجرة القرى العشوائية خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض اللي بنتكلم فيها عن التمريض مهنة العظمة وبنتكلم فيها عن الهجرة والسفر. فلو أنت حاب تقدم إلى أمريكا بهجرة القرى العشوائية خليك معنا للآخر. تكلمنا كثير عن هجرة القرى العشوائية وحكينا عنها يمكن 7 أو 8 فيديوهات موجودين في بلاي ليست أو قائمة تشغيل لحال، ارجع لقناتي في موجود قائمة تشغيل الهجرة بالقرى العشوائية، شوف الفيديوهات وتعال اتعلم كيف بتعبى الطلب. في البداية بتدخل من تلفونك أو من اللابتوب على جوجل وبتبحث عن عنوان القرى العشوائية، تكبس على الموقع بيفتح لك، راح تلاقي كلمة ويلكم، ابتدى الطلب. أول شيء DV-2026 Instructions اللي هي إرشادات تقديم الطلب، لو بدك تقرأها أنت حر، بس شرحناها في أكثر من فيديو بتقدر ترجع لهم. رقم 2 في شيء اسمه Photo Examples اللي هي أمثلة على الصور المطابقة للشروط، برضو في فيديو كامل شو هي مواصفات الصورة حسب مواصفات السفارة. وبتقدر بكل بساطة تروح على أي استوديو تصوير وتقول له صورة خاصة بالسفارة الأمريكية وهو بيعرف. فهذول الثنتين ما في داعي تدخل عليهم، على طول بتكبس على الكبسة الخضراء اللي هي Begin Entry يعني ابدأ الطلب. طبعا المربع الأزرق Check Status هذا إذا أنت مقدم السنة الماضية أو قبل الماضية وبدك تكشف على اسمك، بس هذا مش موضوعنا اليوم. Begin Entry، فتحنا الطلب، أول شيء بيطلع لك رمز من 4 أو 5 حروف وأرقام بدك تعبيه في هذا المستطيل علشان الكمبيوتر يتأكد أنه أنت مش روبوت أو إنسان آلي، وبتكبس Submit فبيفتح لك الطلب. بتبدأ في القسم الأول Part 1 Entrant Information يعني معلومات المتقدم الرئيسي اللي هو أنت، Last أو Family Name اسمك الأخير حسب الهوية أو جواز السفر، First Name اسمك أنت حسب الهوية أو جواز السفر، وكل شيء بالنص بين أول اسم والأخير بتحطه تحت بند middle name. بعديها الجنس male or female عشان ما تتلخبط فيهم، راسم لك رجل وامرأة فبتختار رجل إذا كنت رجل وامرأة إذا كنت امرأة. birth date اللي هو تاريخ الميلاد، لازم تنتبه إنه في أمريكا بحطوا الشهر قبل اليوم، فأنا مولود 14/8 بكتب 8/14. city where you were born، ركز المدينة اللي انت انولدت فيها. university only، كاتب لك اكتب بس مكان الولادة او مدينة الولادة، لا تكتب لي اسم المركز او القضاء او الناحية او المحافظة او الولاية، انا بدي اسم المدينة او القرية اللي انولدت فيها. شو مكتوب في هويتك؟ عمان، الزرقاء، القاهرة، الكويت، اكتب هاي الكلمة بس. اي واحد راح يسألني انا محتار شو اكتب، اكتب المكتوب في هويتك او في جواز سفرك. بعديها البلد اللي انولدت فيها، طبعا انا انولدت في رام الله فراح اكتب ويست بانك او الضفة الغربية، مش معترفين بفلسطين الجماعة، ولو في غزة بتكتب غزة، ما في كلمة فلسطين بالخيارات. رقم 6 هل تشهد انه دولتك مسموح لها بالتقدم بطلب؟ طبعا كل الدول العربية مسموح لها تقدم، فبتكتب يس وبتختار اسم بلدك. طبعا انا معي جنسية اردنية فبكتب جوردن. بعديها بتدخل على الانترنت فوتوغراف او صورة المتقدم، هون لو بدك تضغط على هذا الرابط بقول لك Link to Photo Instruction أو Photo Example، في صفحة فيها كل إرشادات الصور وأمثلة على الصور الممكن يقبلوها، فهذا الكلام حكيناه في فيديو سابق ما في داعي. المهم بتكون أنت حافظ الصورة على التلفون أو على اللابتوب، فبتكبس Choose New Photo، ترفع الصورة. زي ما قلنا الصورة لازم تكون مربعة، الخلفية بيضة، 600x600 بكسل على الأقل، حتى اسم الصورة لازم يكون قصير، ممكن ما يقبلوها إذا اسمها كلمتين أو 3 أو 4. ظهرت الصورة معناته قبلها، لو ما قبلها بيطلع لك انه مش مقبولة. mailing address او عنوانك البريدي، اول اشي in care of، وهي الكلمة او هذا السطر اختياري، in care of يعني لعناية السيد مين او لعناية السيدة مين، شو بنكتب على الرسائل اللي بتجيك. فانا in care of محمد ناصر. اوكي address line تبدأ بالعنوان من الصغير للكبير، يعني بتكتب رقم الشقة، بعدين رقم الطابق، بعدين رقم العمارة، بعدين رقم الشارع، بعدين رقم اسم الحي، بعدين اسم المدينة، بعدين اسم المحافظة، وهكذا. نكتب street، شارعنا اسمه 7019 هيك اسمه. building، البناية اسمها B160. طبعاً السطر الثاني هذا اختياري لأنه الأول بسع عدد معين من الأحرف. بعديها مدينة الوكرة، بعديها محافظة الوكرة، بعدها الرمز البريدي لكل قطر 974. هون بتكتب عنوانك مطرح ما انت موجود، يعني اردني موجود في قطر حط عنوانك في قطر، هذا اسمه
العنوان البريدي، لانك تقعد في قطر كل سنه 11 شهر وبتروح على بلدك شهر اجازه. ممكن تختار نو بوستال كود اذا البلد اللي انت فيها ما فيها رمز بريدي، وبتحط اسم البلد وير يو ليف توداي، انت وين ساكن الان بالعربي، وين حاب تقابل، فون نمبر، بتحط رقم تليفونك، طبعا لازم تحط قبليه مفتاح البلد، مفتاح قطر 974، بعدين بتحط رقم التليفون، ايميل ادرس، بحط ايميلي اول مره، لازم الايميل، لانه لو انقبلت على هذا الايميل راح يوصلك ايميل انه متى موعد مقابلتك، ما حداش يقول لي نسيت الايميل او نسيت باسورد الايميل، هذا مستقبلك، بيعتمد على هالكلمتين. What's the highest level of education you have achieved as of today؟ احط 100 خط على كلمة as of today. بقول لك شو اعلى مستوى تعليمي او شهادة وصلت لها حتى اليوم، يعني لو بكرة راح تتخرج من الجامعة انت تعتبر لساك ثانوية عامة، لو امبارح تخرجت من الجامعة انت معك شهادة جامعة. فبتكتب هل معك شهادة مدرسة ابتدائية ثانوية بس ما نجحت بامتحان الوزارة، او ثانوية لكن نجحت، او مدرسة مهنية يعني بالعربي ثانوية صناعي، some university courses يعني درست الجامعة بس ما كملت، شهادة جامعية، أو طبعا أنا معي شهادة جامعية فبكتب university degree، some graduate level courses يعني دراسة بعد البكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، بتختار حسب وضعك. What's your current marital status؟ شو وضعك الاجتماعي؟ هل أنت عزابي unmarried أو متجوز لكن زوجتك ليست مواطنة ولا معها إقامة في أمريكا، ولا متجوز لكن زوجتك معها إقامة أو معها جنسية أمريكية، أو هل أنت مطلق أو هل أنت أرمل؟ طبعا لو مطلق أو منفصل لازم تكتب معلومات الزوجة أو الطليقة، لأنه ممكن يكون بينك أولاد وممكن في أي لحظة ترجع لك، فتصير بدك تقدم لها طلب منفصل، لا عبيها من هسا. Number of children، كم ولد عندك؟ أنا راح أكتب 0، لأنه لو كتبت 1 أو 2 راح يفتح لك صفحة ثانية يتعبث فيها بيانات الأطفال بنفس الطريقة، الاسم، العمر، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد إلى آخره. بما أنه كتبنا الأولاد 0 راح ينقلني على الصفحة البعدية، derivatives أو المعالين يعني الزوجة والأولاد. رقم 1 spouse name يعني اسم مرتك، أول إشي بتسجل الاسم الأخير أو اسم العائلة، وبعدين بتسجل الاسم الأول، وبعدين بتسجل ما بينهما اللي هو الميدل نيم، بعديها تاريخ ميلادها برضو تنساش إنه الشهر، بعدين اليوم، بعديها فيميل أو ميل، ذكر أو أنثى، بعديها المدينة التي ولدت فيها، بعديها البلد التي ولدت فيها، بعديها صورتها، طبعا أنا راح أحط صورتي مكان صورتي ومكان صورة زوجتي لأنه أنا أصلا مش محتاج الطلب، بس هذا الفيديو عشان تفهموا كيف بتعبى، وعشان ما يظل يقول لي صورة كبيرة صورة صغيرة غير القياسات عدل فيها كذا، لا أنا بدي أحط الصورة نفسها مرتين. هون بورجيك شو أنت كتبت عشان لو حاب تعدل قبل ما تنهي الطلب تقرأهم كويس، تتأكد إنه ما في ولا غلط، لو في حرف زيادة أو ناقص راحت عليك، تتأكد من كل هالكلام، وفي النهاية سبميت. لو حاب تعدل إشي بتروح على اللي جنبها go to part 1. هون كتب لك success يعني نجحت في تعبئة الطلب. شوف ثاني سطر في إشي اسمه confirmation number، هذا الرقم انسى اسمك واحفظه، هذا الرقم بيتكون من 16 خانة أولهم 2026 عشان تعرف أنت مقدم في أي سنة وراح تسافر في أي سنة، يعني لو انقبلت راح تسافر بسنة 2026. هذا الرقم اكتبه على ورقة، احفظه على التلفون، احفظه مسج، نزله على الفيسبوك، صوره بالتلفون، احفره على الحيط، لزقه على الثلاجة، اترك منه نسخة في بيت كل واحد من أولاد إخوانك، لأنه كل سنة في 20-30 واحد برنوا علي بقولوا لي أنا نسيت الكونفرميشن نمبر كيف بقدر أكشف على اسمي. فيش طريقة في الدنيا تعرف انقبلت ولا لا، بكل اختصار راحت عليك للسنة الجاي خير وفرج. فنصيحة، هذا الرقم احفظه في أكثر من مكان وبأكثر من طريقة، تقدر تنزله بوست على الفيسبوك وتخلي خيارات الخصوصية إظهار هذا المنشور لي فقط بكل بساطة. تلفونك وقع بالمي، الميموري فل، نزل عليه فيروس، احفظه في أكثر من مكان، اكتبه على ورقة، دبر حالك.
بالتوفيق للجميع، واللي عنده أي سؤال يكتب لي تحت بالتعليقات، وإن شاء الله ما بقصر مع الكل، ونشوفكم على خير في فيديوهات ثانية.